منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها الكابتن محمود الخطيب رئاسة النادي وضع قطاع الناشئين في قمة أولوياته، فبادر بعقد العديد من الاجتماعات وإعادة هيكلته، ومنح مدربي فرصة معايشة الأندية الأوروبية. منح الخطيب الضوء الأخضر لمسؤول القطاع واللجنة الفنية في البحث والتنقيب عن المواهب في كل ربوع مصر لتدعيم الفرق طبقا لأعمارها السنية. ظهرت جهود إدارة الأهلي سريعا، فبات النادي يمتلك قاعدة مميزة من اللاعبين في جميع المراكز. في كل أسبوع نقدم لكم بطاقة تعارف لنجم على الطريق، لاعب المستقبل، ليكون ورقة في خطة السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول في خطته المقبلة للشياطين الحمر. محمد فخري هو أحد أهم عناصر المستقبل بالقلعة الحمراء لما يملكه من قدرات فنية وبدنية رائعة لفتت الأنظار إليه مبكرا. ولد فخري في الرابع من مارس عام 1999، تم تصعيده للفريق الأول بغزل المحلة وهو لم يتخطى حاجز 17 عام ليقدم مستوى جيد جعله محط أنظار العديد من الأندية، لكنه اختار أن يحقق حلم حياته ولينضم للمارد الأحمر. نجحت إدارة الأهلي في إتمام التعاقد معه يناير 2018 ليكون أحد أهم الصفقات في فرق الناشئين. يتمتع فخري بالعديد من السمات والمهارات، فهو يجيد اللعب في مراكز الجناح الأيمن والأيسر وصانع الألعاب. قال عنه نجم الأهلي السابق سمير كمونة: إنه لاعب رائع مهاري يجيد التسجيل رغم مشاركته في مراكز خلف رأس الحربة. محمد فخري تم تصعيده للتدرب مع الفريق الأول، لكنه ينتظر الفرصة وقد تأتي قريبا مع مدرب اسمه فايلر يؤمن بمستقبل النادي العريق. محمد فخري، انتظروا.